نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية الصحة في دمياط قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية ركابية التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لتلقي العلاج في المستشفيات وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وإجراء التحاليل المعملية والأشعة العادية والسونار، كما تم تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان. فيها 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود، طبيب أخصائي أو استشاري. طبعا قبل ما بننزل القرية بنراجع آخر قافلة تمت في القرية هنا، وبنشوف إيه التخصصات الطبية اللي هنوفرها وإيه الفريق الطبي اللي هيكون موجود معانا، وبنعد المكان إعداد لوجيستي، فبنشوف إيه العيادات المتنقلة اللي هتدعمنا بيها برضو وزارة الصحة، وبنجهز الأدوية والمستلزمات اللازمة، برضو بنشوف الأدوية اللي اتصرفت بشكل كبير في القافلة السابقة وبنجهزها طبعا بشكل كافي عشان تكون موجودة معانا في القافلة. خدمة القافلة مش بتقف عند يومين القافلة بس، هي بتمتد بعد كده، فالمريض اللي بيحصل على الخدمة هنا لو هو محتاج خدمة أكتر أو مش متوفرة في القافلة، زي إن هم مثلا المريض محتاج يعمل عملية جراحية، فبنوجهه لأقرب مستشفى يقدر ياخد فيها الخدمة الطبية دي. أنا جيت النهاردة وكشفت بطنة وقست السكر والحمد لله، وعملوا لي سكر تراكمي، والقافلة كويسة والعلاج موجود متوفر وكل حاجة موجودة يعني الحمد لله. كشفت والدكاترة ما شاء الله كويسين، وخدنا علاج والدكاترة والكفولة حلوة، كاشفين علينا وجايبين لنا علاج، والدكاترة ممتازين جدا والله، وتحليلات هنا كل حاجة موجودة في قلب القرية وفي قلب القافلة اللي احنا كاشفين.